بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أسرة وزوار كشكول بسمة. إن شاء الله اليوم صبايا معنا هي الغرزة اللي تم السؤال عنها في جروبات التريكو، وبعت لي كمان على الخاص على صفحة كشكول بسمة للتوضيح. بس قبل ما ابتدي صبايا بدي اقول لكم انه بالنسبه لصفحه كشكول بسمه، نحن في عنا حاجه اسمها مدير الصفحات، نزل تحديث الان عليه عم بتسبب بفصل التطبيق نهائيا لما بيجي بيفتح التعليقات. يعني انا اقصى ساعاتي والله لما بتعرضوا لي شغلكم او بتجيبوا لي طلباتكم بنتحكى مع بعض على الماسنجر بتاع الصفحه، يتعذر الان تماما. وانا قمت يعني بازاله التطبيق اكثر من مره وتنزيله ولقينا في نفس المشكله. ان شاء الله لبين ما يتم تصليح هذا الخطا من المصدر بامكانكم اذا عندكم شغله صبايا نزلوها على جروب كشكول بس ما بنفضلكم. الغرزه الصبايا هي غرزه زجزاج، غالبا بتبقى للكنارات، يعني داير بدنا نشتغل مثلا مشروعنا جاكيت بلوفر جيلي ايا كان، فاما بيكون المشروع كله بنفس الغرزه واحيانا بنعمل الداير بهي الغرزه. منتهى السهولة الغرزة صبايا هي من مضاعفات عدد 18 زائد 3، يعني باخد 18 18 18 ومعهم 3، ثم بالنهاية بزيد غرزتين للحافة، لأنه في عندي الجزء ده مع جزء المقطع اللي هو حبة البن، دول مع بعضهم بيعملوا 18 غرزة. الآن بنهاية الفيديو رح أقول لكم أنه هذا العدد منقطعي، لأنه 18 دي حسب أنت شو بدك عرض الزكزاك. آخر الفيديو إن شاء الله رح تشوفوا التفصيل. كمان بدي لكم بس شغلة تانية، هي كمان إنه الفيديوهات الأجنبية بمعظمها صبايا شاغلين عدد السطور أو ترتيب السطور بالمقلوب. يعني ابتدينا هذا الحافل شايفينه هون، هو عبارة عن سطر مقلوب في سطور العدلة، هن اشتغلوا بسطور المقلوب دي هنا في سطر العدلة، اشتغلوا أول كلمة مقلوب وضمينا ثلاثة وبعدين اشتغلنا. لما تشوفوا الفيديو إن شاء الله رح يبان شو مقصود بهذا الكلام. أنا حتى ما أعذبكم ويبقى ضم الغرزات مرة بسطر العدلة ومرة بالسطر المقلوب، فأنا غيرت ترتيب السطور لحتى يكون أسهل عليكم إن شاء الله. هي عندي مقلوب الشغل بهي الطريقة، بيكون كله مقلوب، سهل كتير، الغرزة سهلة إن شاء الله. تفاصيلها بعد قليل. أذكركم لو عم تشوفوا قناتي لأول مرة نوروني وانزلوا على زر الاشتراك، دوسوا لايك للفيديو مو خدم فون، فعلوا زر الجرس على بركة الله. يلا بينا. مثل ما ذكرت صبايا إنه الغرزة من مضاعفات 18، يعني هتشتغلي 18 18 18 تكرري لغاية ما توصلي لعدد الغرزات المناسب لمشروعك، ثم بعدين بتضيفي 3 3 من أصل الشغل الصبايا، يعني هن 18 زائد 3 مضاعفات 18 زائد 3، ثم بتضيفي كمان غرزتين للحافة. أنا اشتغلت على مقطعين فقط. رح نشتغل السطر الأول صبايا غرزة عدلة كله. ليش؟ عشان نعمله مثل الحافة يكون على الوش، وبسهل علينا أول سطر إنه ما نبتدي الشغل على غرزات بتبقى ضيقة بتبقى متعبة. لذلك أنا رح أشتغل السطر الأول غرزة عدلة. طيب ليش هاي الغرزة ما كتير بتناسب إنه نحن نعمل بلسة؟ لأنه هي بالأساس بنعمل هاي الغرزة صبايا للدوائر، لأنها بتعطي لي هالزكزاك، يعني بنعملها مخصوص أساسا لو في غرزة تانية للشغل. نحن بنعمل المقطع ده لحتى يكون من تحت مثل الكنار. أنا سأكمل السطر العدلة ونرجع. أكملت السطر صباي، وهذا رح يكون على وش الشغل. رح نبتدي أول كل عندي أنا غرزة حافة، رح أسحب غرزة الحافة بمثابة غرزة مقلوبة وأخذ خيطي للخلف. عندي الثلاث غرزات الأولانيين 1 2 3، راح أروح على ثالث غرزة اللي إحنا هلأ عم نعمل يلي هو الفواصل يلي هي بحبة البن صبايا. راح وسع الغرزة الثالثة وعديها فوق الاثنين اللي قبلها، إذا ثلاث غرزات راح أخذ الغرزة الثالثة وعديها، حاول إنه ما يوقعوا معي الغرزات. هلا لانه اول سطر رح يعذبنا، اذا هي عدينا الغرزه الثالثه فوق الاثنين اللي قبلها. طيب الان رح ارجع اشتغلها غرزه عدله. طيب واللي راحت
بدنا نعوضها، فبدي اعمل لفه في وسط الغرزتين. اذا الثلاثه برجع بعيد صبايا، الثلاثه دول اخذت الثالثه قلبتها فوق للتنتين، ناقص عندي غرزه لازم اعوضها، بعوضها بالمنتصف لحتى يكون عندي الفتحه هنا. لو انت بتحبي الفتحه تكون كبيره خدي لفه كامله هكذا، لو انت بتحبي الفتحه تكون مقبوله، انا دائما الاجورات جيبي خيطك فقط للامام ورجعي اشتغلي الثانيه غرزه عدله، هيك بيكون عندك لفه بتكون الفتحه مقبوله. الان بعد شوي بالتكرار ان شاء الله بيبان علينا الصبايا. طيب نجي الان للحته اللي بدنا نعمل فيها المقاطع او المسافه الغرزات العدله اللي فيها الزجزاج. عندي 6 غرزات راح يكونوا يمين و6 يسار وثلاثة بالنص رح نضمه مع بعض. لحتى انا ضم 3 غرزات معناها بدي انقص عندي غرزة على يمين الثالثة وغرزة يسار، عندي 3 غرزات تاني بشرح لكم صبايا. ادي 1 2 3 4 5 6 ثم بدي ضم هدول الثلاثة، الثلاثة اللي ما بدي ضمهم بغرزة واحدة معناها بدي انقص عندي غرزتين، بده يتم تعويضهم مباشرة باللفة، بس اللفة ما بنعوضها هون في الوسط، رح نعوضها في بداية العمل. تاني بقول لك لو بدك اللفة كبيرة خدي دورة الخيط بالطريقة دي، لو بدك اللفة تكون معقولة هاتي خيطك بس للأمام. إذا هلأ لفة خيط ثم رح نبتدي نعد، 1 2 3 4 5 ادي 6 غرزات عدلة، ده نص الزجزاج. طيب الان بدي ضم 3 مع بعض، رح اسحب غرزة سلتة بس مشان سهل على حالي، والغرزتين اللي بعدهم رح اخدهم مع بعضهم في غرزة واحدة عدلة برضو، اللي سلتها رح ارجع اقلبها، هيك بكون اتخلصت من الغرزتين. بعد ما خلصنا الضم 3 غرزات مع بعض رح نشتغل كمان 6 على يسار الزجزاج. ادي 1 2 3 4 5 وادي 6. تاني بنرجع نتذكر انه نحن هون ضمينا 3 والنقص عندي 2، لفيت واحدة قبل الزجزاج معناها بدي لف واحدة بعدها، برجع تاني بكرر، بدك لفة كاملة خديها هكذا، بدك لفة صغيرة جيبي خيط للأم. وصلنا الآن لعند الفواصل اللي هي بغرزة البن، وعندي لفة خيط هنا، رح وسع بس شوي الغرزات لحتى سهل على حالي. جيب الغرزة الثالثة وعديها فوق الاثنين، امسكوهم لحتى ما يروحوا منكم. 3 صاروا 2 ناقصوا غرزة بدي عوضهم، بشتغل الأولى لاحظي إنه خيطي للأمام يعني عامل لك لفة، أدي غرزة عدلة تمام. الآن بدي عوض النقص، خيطي كمان بالوسط، إذا في عندي لفة في الوسط كمان وباخد غرزة عدلة. إذا هون صارت في عندي لفة قبلها مشان نعوض النقص بالزجزاج، اللفة في الوسط عوضت النقص بتاع 3 غرزات دول صبايا. الآن بدي ابتدي بتقسيمة جديدة، فمعناها بدي ابتدي بالتعويض وخيطي للأمام، ثم 1 2 3 4 5 هذه 6، ثم ضم 3 سلتي واحدة، اشتغلي 2 مع بعض عدلين مع بعض في غرزة واحدة، اللي سلتناها قلبيها، هيك بنكون عملنا الاختصار. ثم 6 1 2 3 4 5 وادي 6. طيب حصل التعويض لمرة واحدة، اذا لازم التعويض الثاني خيطي للأمام. الان حبيت البن اللي حكينا عليها الصبايا، فبجيب الغرزة الثالثة بعديها فوق التنتين دول وبرجع بشتغل الغرزة الأولى عدلة بالنص لفة لتعوض اللي سلتها فوق التنتين، ثم غرزة عدلة، ثم غرزة الحافة. خلصنا من السطر الأول صبايا.
تاني برجع بذكركم انه كل الفيديوهات الاجنبية عاملة تقسيمة مختلفة، بالنهاية حاصلة على نفس الشكل صبايا، ولكن معقدين الدنيا. انا اخترت لكم ترتيب سطور ابسط. الان لسطر الخلف سهل جدا، كله مقلوب. هذه غرزة الحافة، كله مقلوب بما فيهم اللفات. اذا هي من الغرزات المريحة. تاني بقولكم دايما لما بيكون في عندي السطر المقلوب سطر حيادي بتبقى غرزة مريحة. اذا السطر التاني بالتقسيم الصبايا مقلوب كله ما في تناقص، خلوا بالكم. انا حبيت بس اشتغل معك البداية لحتى تشوفي كيف اللفات رح نشتغلها بشكل غرزة مقلوبة. وهي الغرزة اللي في الوسط، وهذه اللفة، وهكذا نكمل حتى نهاية السطر. الآن صبايا إلى السطر رقم 3، خلوكم معي من فضلكم. هاي غرزة الحافة، غرزة مقلوبة. نحن هون عندي الثلاث غرزات اللي هن حبة البن أو اللي هن القواطع أو الفواصل. السطر الماضي كنا لافين، يعني لسه حديثة عهد، الغرزة لسه هي ما أخذتش، يعني ما حققت النمو المناسب. معناها الآن بدي لف واشتغلهم الثلاث غرزات دول بدون لا زيادة ولا نقصان. أدي 1 2 3، خلاص مشان اللفة اللي عملناها بالنص تتفعل وتبقى غرزة إلى شخصيتها. طيب الآن بدي اشتغل على جزء الزجزاج، معناها في عندي ضم 3 بالنص، دائما في عندي 3، فمعناها بده يكون في 6 قبله و6 بعده، وفي لفة قبل الستة ولفة بعد الستة. فإذا خيطي للأمام مشان حقق لفة، ثم رح ابتدي عد 1 2 3 4 5 و6. الثلاث غرزات اللي بالنص شوفوا هون نتيجة الجمع، الثلاثة صاروا 1، برد برجع باخد 1 قبله و1 بعدها. بنفس الطريقة رح اسحب غرزة واشتغل 2 واللي سلتها اقلبها فوقهم. هيك بكون حققت عملية الجمع. ثم 6، 1 2. الزجزاج ده بيظهر بتكرار السطور، صبايا بصير بيظهر أكتر. 3 4 5 و6. شوفوا اللي كانت لفة ها كل ما بتصير غرزة وبتنضم للجماعة. الآن أخذت لف التعويض قبل الزجزاج، هذه لف التعويض بعده، ثم الثلاث غرزات بتوع الحبة، 1 2 و3. خلاص تكرار لف بعد المقطع ده، ثم 6 غرزات، 1 2 3 4 5. وهذه 6 غرزات، ثم ضم 3 معها. لأ بإمكانك تضمي 3 هكذا، أو اسحبي دي ودي ودي وخدي 3 مع بعض. أنا عم سهل عليكي وبجيب لك إنه كيف دائما عادة بتضم بسلته واحدة، بضمه 2 وبعدين بيقلبوا الثالثة. الخيار إليك. كمان 1 2 3 4 5 6. من فضلك لا تنسي اللفة اللي عوضت فيها النقص لأنك أخذتي هون 3. ثم عندي 3 بتاع الفاصل، أدي 1 2 3، وأدي غرزة الحاف. حلو الكلام. إذا هاي بالسطر الثاني من التقطيع أو الثالث، يعني الثاني على الوش، يعني بالسطر الثالث من التقطيع اللي حققنا إنه استمرينا بضم 3 غرزات في الوسط والتعويض قبل 6 وبعدهم. الحبة هنا اللي في الفاصل، حبة البن، ما اشتغلت فيها شيء وإنما اشتغلت 3 غرزات مع بعض. بيجي الآن للاختلاف. الآن صبايا السطر الرابع رح يكون بالمقلوب، بس رح اشتغله عدلة لأن أنا عايزة الفاصل ده يطلع على الوش. إذا هذه غرزة الحافة، مين اللي بيستثنى
من ذلك من الغرزة العدلة يستثنى الثلاثة بتوع حبة البن، دول رح يضلوا مقلوبين فإذا انخيط إلى الأمام لأنهم ما خاضعين للفيصل أو الفاصل بتاع الزكزاك. أدي واحد اثنين ثلاثة، لا تنسون خرجون برا التقسيمة. أدي ثلاثة، خيط إلى الخلف. الآن اللفة هنا رح اشتغلها عدلة. أدي واحد اثنين ثلاثة، مع أننا مضطرين نعد هنا لأنه سطر المقلوب ما في شغل، بس مشان تتذكروا أنه الفواصل خارج القسمة صباية. إذا السطر الرابع هو سطر عدلة، ونحن عم شغل المقلوب بتنتهي باللفة وهي اللي بتنبهنا. خيط إلى الأمام، عندي ثلاثة بتوع الفاصل، واحد اثنين وادي ثلاثة. خيط إلى الخلف وبرجع بشتغل كمان غرزة عدلة في مقسم أو مقطع الزكزاك. شو اللي بيخليني إنه ما أنسى؟ إنه بيبتدي بلفة بينتهي بلفة. وبرجع بشتغل الثلاث غرزات، الفاصل وادي غرزة الحافة. خلصت هيك صبايا، واللي جاي تكرار للي حصل. الآن رح نكرر عشان نرجع مرة تانية نشوف التقسيمة بتاعت حبة البن. هذه غرزة الحافة، خيط إلى الخلف. الآن حبة البن بدي أرجع عيد مرة تانية إنه عدي الثالثة فوق الاثنين. أهو دخلنا بالتكرار، شوف هاي الفتحة اللي أنا عملتها بشكل لفة للأمام، مقبولة جدا صبايا، بس إذا بدك إياها أكبر خديها لفة كاملة. نرجع نشتغلها عدلة، لفي خيطك للأمام بدل اللي سلتيها، هذي عدلة سهلة كتير. كمان لفة للأمام، نرجع الآن لا الست غرزات عدلين وضم ثلاثة. ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وادي ستة. ضم ثلاثة الان، سلتي الاولى لو حابة اشتغلي اثنين اللي بعدها عدلين مع بعض، اللي بالاولى فوق التنتين اللي اشتغلتيهم، ثم كملي كمان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. لفة لا تنسي لأنه في تعويض، ضمينا ثلاثة بدك تلفي. الآن جينا للحبة هنا، حبة البن كمان الثالثة فوق الاثنين أهو. الغرزة الأولى لفة في الوسط للتعويض، الغرزة الثانية ابتدينا الآن مقطع جديد، معناها بيبتدي بلفة للأمام، ثم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وادي ستة. أنا عم كرر الغرزة صبايا، سلتي الأولى ضمي اثنين، لبي الأولى على ناتج الضم، ورجع اشتغلي ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ولفة. الآن الثلاثة، هاتي الثالثة فوق التنتين، اشتغلي الأولى لفي للأمام، اشتغلي الثانية، وهذه هي غرزة الحافة. كررت السطر الأول تماما صبايا، بس أنا مشان فرجيكم الفاصل كيف صار عم باين معنا على الوش. برجع تاني بكرر سطر المقلوب الآن، غرزة الحافة أهي، والمقلوب مقلوب كله، يعني الزجزاج مقلوب وحبة البن مقلوبة، ف
الصدر سهل صبايا، أكمل وأعمد. أنهيت السطر الثاني من التقسيم الصبايا اللي قلنا هو مقلوب كله. الآن إلى السطر الثالث، لاحظي إنه أنا عم هيد معك نفس اللي اشتغلنا في هذه، نفس اللي اشتغلناه هي التقطيع الصبايا. السطر الثالث أدي الحافة أهي، خيطي للخلف، الثلاثة بتوع الحبة ما فيهم شغل بهذا السطر. هلأ رح نشتغل فقط غرزة عدلة، يعني بدنا نأكد على اللفة أهي. ثم خلاص خلصوا الثلاثة بتوع حبة البن، ابتدينا بخيطنا للأمام ونشتغل الزجزاج. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وستة. إذا الزجزاج صبايا أنا مرتين بعمل له تناقص بسطر الوش. كمان اسحبي الأولى، خدي التنتين اللي بالأولى على التنتين، هيك حصل الضم. الآن اشتغلي ستة كمان، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وادي ستة. لفة لا تنسي من فضلك. الحبة ما فيها شغل، ادي ثلاثة لفة بعدها. دائما الحبة في لفة قبلها وفي لفة بعدها. ثم ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة ادي خمسة وادي ستة. سلتي اثنين مع بعض، اقلبي المسلوتة واشتغلي ستة. لفي والثلاث غرزات بتوع الفاصل وغرزة الحافة. اذا هذا السطر رقم ثلاثة في التقطيع الصبايا، رقم ثلاثة في التقطيع بهذا الشكل. خلصنا السطر الأخير يلي بده يعطيني الحد الفاصل بتاعها. رح نشتغل التلات غرزات بتوع الفاصل مقلوبين. لا تنسي البقية رح يكون الزجزاج غرزة عدلة في سطر المقلوب. عدناها كتير صبايا. تاني بكرر بالسطر المقلوب، ما بيكون في عندي اختصار او ضم غرزات. اللفة بنشتغلها عدل، خلوا بالكم صباح. ثم الثلاث غرزات بتوع حبة البن، ثم عدل. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على آله وصحبه وسلم. تمام كده، من أسهل الغرزات اللي ممكن تنفذوها فعلا. تقسيمتها صغيرة، الشغل فيها كتير بسيط غير معقد صبايا. لأن عندي الثلاث غرزات بتوع الحبة، ثالثة غرزة رح نلقطها إن شاء الله، وغرزة الحافة. خلصت التقطيع الثاني من فضلك، اهو كرري كل اللي اشتغلنا الاربع مقاطع دول بشكل دائم لحتى توصلي للارتفاع المناسب. قبل ما بس اغلق الفيديو صبايا، بعد ما خلصنا الان شغل اللي ما بتحب السرسرة بامكانها خلاص تمشي لو حبيته. بس بدي اقولك انه هل هذا العدد هو قطعي بالنسبة للست غرزات انه لازم ستة؟ لا، هذا انت بقى يعني بتحبي هذا المقطع او الزجزاج يبقى اضيق من كده، خدي اقل. مثلا خمسة وثلاثة ضموا خمسة او اربعة، يعني هذا انت بتتحكم فيه. او اعرض اذا انت حابتي مثلا سبعة او ثمانية او تسعة، لك الحرية تماما باختيار هذا المقطع. طيب خلصنا من الاختيار، ما بيتغير لانه انت بتضمي ثلاثة، بس بدك الثوابت هو انك تلفي قبله وبعده. تمام، حتى مهما اخذتي مساحته يعني تصغير او تكبير، في عندك لفي قبله ولفي بعده. طيب نجي الان للفواصل، هل علي انه اشتغل نفس الفاصل؟ قطعا لا،
بإمكانك تشتغلي هون غرزة مقلوبة فقط أو غرزين مقلوبين أو 3 عدلين براحتك، يعني الفيصل أو الفاصل صبايا كمان هذا مثل ما أنتوا بدكم يا يعني الشغلوا بالغرزة مثل ما أنتوا بدكم، مهم هي الثوابت بتاعتها. خلف الشغل أهو صبايا الغرزة مثل ما قلت لكم كتير سهلة ما فيها غير ضم وتعويض. بتمنى أن أكون أفدتكم ووضحت هاي الغرزة اللي تم السؤال عنها على بساطتها. ألتقيكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة حتى ذلك الوقت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.